يبحث يرجو ما عند الله. ما هي أرجى آية في كتاب الله عز وجل؟ شيخ علي، أرجى آية في كتاب الله ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر، يقول الله عز وجل، واسمع وتأمل، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب؟ كل الذنوب يا شيخ. الله عز وجل يقول، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. حتى لو ما يصلي؟ ويعفو عن السيئات. حتى لو كان عاق لأمه وأبوه؟ ويعفو عن السيئات. حتى لو كان غارق في الربا؟ ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. لا إله.